Hello, good morning, my dear students. How are you? Today, inshallah, we are going to do worksheet to final exam. اليوم يا حبايبي يا تاني بعد ما عملنا review revision للunit اللي موجودين عندنا unit 1, 2, 3, 4 and 5 عملنا مراجعة ودرسنا وخلصنا كل الوحد. اليوم إن شاء الله يا حبايبي رح نحل مع بعض ورقة عمل أنا عملت لكم إياها بتشبه نوعا ما أو إلى حد ما أسئلة الامتحان، ولكن هاي ورقة العمل مشان أنت تقيم حالك تشوف حالك وين مستواك بالدراسة يا حبايبي يا تاني. طيب أوكي، هي عبارة عن أسئلة كلها multiple choice، أسئلة اختيارات متعددة يعني ضع دائرة. أوكي خلينا نطلع عنا question number one، بيحكي لنا choose the correct word، إنه اختار الإجابة الصحيحة. حاطت إنه هو الخيارات عندنا ميكانيك اللي هو الميكانيكي اللي هو يعني بيصلح السيارات، فارمر مزارع اللي هو بزرع الطعام، نيرس ممرضة، ميت لحمة، فوتوغرافر اللي هو المصور الجرافيكي. نمبر 1 بيحكي لنا هي grows food، هي is a، في عندنا ميكانيك، فارمر، نيرس، فوتوغرافر. بيحكي لنا هي grows food، هو يزرع الطعام، هي is، شو بنحكي ميكانيك ميكانيكي ولا فارمر مزارع ولا نيرس ممرضة ولا فوتوغرافر اللي هو المصور اللي هو يمثل الجواب الصحيح يا حبايبي يا تالت، عفوا يا تاني، اللي هو فارمر. الجواب الصحيح اللي هو فارمر اللي هو المزارع. اوكي طيب نمبر 2 بحكي لنا my uncle fixed car، he is a، انه عمي بيصلح السيارات، ايش وظيفته، ميكانيك، فارمر، نيرس ولا فوتوغرافر. الجواب الصحيح اللي هو الميكانيك. نمبر 3 بحكي لنا، خلينا نطلع فيها هيك، Helen's uncle takes photos of animal، he is a، انه عم هيلين بيشتغل بصور او بلتقط الصور للحيوانات. he is a شو بده يكون، ميكانيكي بيصلح السيارات ولا فارمر مزارع ولا نيرس ممرض ولا فوتوغرافر اللي هو المصور الجرافيكي. الجواب الصحيح اللي هو رح يكون فوتوغرافر يا حبايبي يا تاني. اوكي طيب نروح هلا على نمبر 4، بيحكي لنا I like فراغ، في عنا على I like شو احنا مثل بنحكي I like، عفوا هنا في كمان لازم المفروض كمان خيار، بس مش مشكلة. I like ميكانيك ولا فارمر ولا نيرس ولا فوتوغرافر، انا بحب الميكانيكي ولا المزارع ولا النيرس ولا الفوتوغرافر ولا كلمة ميت. الجواب الصحيح يا تاني رح يكون اللي هو كلمة ميت. خليني احط لك سهم عليها، استنى شوي، هاي رح يكون هون عنا كلمة ميت. I like meat I like meat. اوكي طيب نمبر 5 بحكي لنا she is a، وفي عنا الصورة هاي اللي محطوطة اللي هي صورة الممرضة، ميكانيك ميكانيكية، فارمر مزارعة ولا نيرس ممرضة ولا فوتوغرافر اللي هي المصورة الجرافيكية. بنقول she is a nurse، هي يا حبايبي يا تاني عبارة عن ممرضة، اذا we choose nurse. اوكي طيب خلصنا، نروح لكويشن نمبر 2، بحكي لنا تشوز ذا ميسينج لتر، نحن نختار الحروف الصحيحة. الحروف هي عندنا A with I double E A with Y and A with E. نمبر 1 في عندنا بنحكي سليب ولا سليب ولا سلايب ولا سليب، هاي طبعا تيجي في آخر الجملة راح نستثنيها، وهاي كمان تيجي بالآخر راح نستثنيها، بيضل عنا يا مس A with I ولا double E. الجواب الصحيح يا تاني اللي هو عفوا اللي هو يا مس ال double E. أوكي نمبر 2 في عنا كلمة cake، بنحكي cake، هاي ما بزبط لأنه إحنا في عنا أول وآخر إشي يعني على طول في عنا سبيس، إحنا بنعرف واحدة بالنص واحدة بالأخير اللي هي A with E يا حبايبي يا تاني. أوكي بعدين في عنا نمبر نمبر 3 في عنا كلمة، بنيجي بنحكي play ولا play ولا play ولا play with E اللي هي معنى يلعب اللي هي مس كلمة، بنختار A with E with Y اللي هي play بمعنى يلعب. The last one في عنا كلمة عنا يعني حرف الR، فراغين بعديها حرف الN، شو بدنا نختار،
A with I ولا E double E ولا A with Y ولا A with E. هاي عطول بنستثنيها ما بدنا إياها. عفوا هاي ما بدنا إياها يا ميس. ليه؟ لأنه بتيجي بالآخر. إذا الجواب الصحيح اللي هو رح يكون A with I اللي هي بتصير عنا كلمة rain اللي هو المطر يا يا حبايبي يا تاني. روح لك question number 3 بحكي لنا answer these questions correctly لأنه بدنا نجاوب عفوا على هاي الإجابة على هاي الأسئلة بطريقة صحيحة. نمبر 1 بحكي لنا هي كان هي سويم إنه قاعد بسألنا هو بقدر إنه يسبح. في عنا صورة ولد وهي مبسوط. إذا هو قادر إنه يسبح بنقول yes he can ولا no he can't ولا yes he can't. هلأ على طول النو بنستثنيها بضل في عنا الخيارات بنحكي yes he can ولا yes he can't. الجواب الصحيح إنه yes he can. ليش؟ لأنه ما بزبط إنه نحط الياس مع النفي. هلأ هون عنا yes he can't غلط ما بزبط إنه نحط النفي can't مع الياس. إذا الجواب الصحيح رح يكون يا حبايبي يا تالت اللي يا عفوا يا تاني اللي هو الياس هي كان اللي هو نمبر 1. خليني اضبط لك اياها هيك شوية احسن اللي هو بس على حرف الاي. شو هذا اللي انا عملته؟ هيو هيك خلص رح احط لك دائرة مثل هيك. هيو ياس هي كان. اوكي طيب نروح هلا ننتقل لنمبر 2 بحكي لنا do they want fruit وحطت لنا هابي فيس يعني هم بحب بدهم الفواكه. بنقول yes they do ولا no they don't ولا no they do. على طول النو بنستثنيه بضل في عنا الياس. بنقول yes they do انهم هم بدهم الفواكه او بحبوا الفواكه يا حبايبي يا تاني. نمبر 3 بحكي لنا does he like meat هل هو يحب اللحمة. في عنا حطت لنا sad face يعني هو ما بحب اللحمة. بنقول yes he does ولا no he doesn't ولا no he does. هاي على فكرة فيها شوية هاي لازم هيك لحالها does. أيوة مشان أشوف تركيزكم. yes he does. بنقول yes he does ولا no he doesn't ولا no he does. هلأ الياس على طول بستثنيها بضل في عنا خيار اللي هو no. بنقول no he doesn't ولا no he does. على طول بختار الخيار الثاني. ليش يا حبايبي يا تاني؟ لأنه no لازم يجي مع حنط. هيطلع هون في عنا the doesn't اللي هي does ما not يعني على طول بنعرف إنها هي نفي يا حبايبي يا تاني. question number 4 بحكي لنا choose and write انه احنا بدنا نختار وبدنا نكتب. what is فراغ job he is a pilot. طبعا على طول في عنا الهي اللي هو لما حكينا بنيجي بنستخدم عن ملكية الشخص. شو الضمير اللي بنسأل فيه لما نيجي نسأل عن شغل شخص معين؟ شو الضمير اللي تصاحب مع الهي الذير ولا الهز ولا الهير اللي هو يا حبايبي الضمير his. اذا هون بحط عنا his هون number one بكتب عنا his يا حبايبي. number two بحكي لنا what is job they are policemen. طبعا في عنا كلمة they يعني هم جمع على طول. طبعا الهز خلص خلصنا منها. عنا their ولا her على طول بختار their. ليش؟ لأنهم عنا جمع على طول بختار الذير. نمبر 3 بحكي لنا what is job she is a nurse. طبعا على طول شفنا كلمة she قدام اللي هو تصاحب معاه اللي هو الهير يا حبايبي يا تاني. اوكي طبعا انتوا على الصوت انا مش عارف اكتب صراحة باصبعي على الشاشة فبدكم يعني شوي تتراعوا معاي بالامر. نمبر 5 بحكي لنا choose the correct answer نختار الإجابة الصحيحة. طيب نمبر 1 عندنا they like fruit. في عندنا do عندنا does. حكينا واحدة للمفرد وواحدة يا حبايبي للجمع. هلأ في عندنا they هلأ في عندنا they مفرد ولا جمع؟ they جمع. على طول بستخدم اللي هو do. Do they like fruit؟ أوكي. نمبر 2 عنا فراغ she won't أدل. عنا she يعني مفرد على طول رح أستخدم اللي هي does. Does she won't أدل؟
نمبر 3 بحكي لنا أكاو فراغ سويم، عندنا الكان والكان، كان بمعنى يقدر أو يستطيع، والكانت لا يقدر أو لا يستطيع. إنه البقرة بتقدر إنها تسبح؟ لا ما بتقدر إنها تسبح، إذا بنقول أكاو كانت سويم، إنه البقرة لا تستطيع السباحة. نمبر 4 بحكي لنا هي فراغ لايك تشيز، وفي عنا هذا السيد فيس يعني هو ما بحب، بنحكي دونت ولا دازنت. عنا هلا هون اللي هو فاعل مفرد، اللي هي فاعل مفرد، اذا شو بدي استخدم دازنت ولا دونت؟ بنقول دازنت، اذا وي تشوز دازنت. طيب خليني اطلع شوي بالشاشه، بزبطش انا ارفع الشاشه والقلم شغال لانه رح يخربش. نمبر 5 ات فراغ ميلك لايكس، ولا عنا يا حبايبي اللي هو ات لايك ميلكس ولا دزنت لايك؟ برضو هو على نفس الفيس هذا، انه هو بيحب ما بحب. هلا هذا الجواب على حسب الفيس اللي انا بكون حاطيت لك اياه يا حبايبي يا تاني، بس احنا خلاص ناخذ على سبيل المثال او على سبيل الفرض. خليني اصبط لك اياها، استنى شوي. هايدي احط لك اللي هو الهابي فيس، تمام. هيو ات ميلك، اذا وي تشوز لايك، انه هو او اللي بيعود على الجماد يحب الحليب. عفوا غلط يا مس، غلط. في عندنا ات وميلكس، في عندنا لايك ولا لايكس. هلا هذا على ايش بيعتمد؟ انه الفاعل مفرد شو باخذ، لايك ولا لايكس؟ على طول بنختار لايكس. عفوا يا تاني، قد ما حكيت اليوم شوي تخربطت. اذا بنقول ات لايكس ميلك، تمام. نمبر 6 كان هي فلاي اكايت، في عنا كان يعني سؤال، اذا وي تشوز كويشن مارك. اوكي نمبر 7 بحكي لنا ذي فراغ ماي فريند، بنحكي ذي از my friend ولا they are my friend؟ على طول بنجي بنطلع على كلمة friend فيها أس الجمع، وفي عنا كمان they بدل على الجمع، إذا we choose are they are my friend. number 8 Tom can play the flute، إنه توم يقدر إنه يعزف على الفلوت، إذا بنحط question mark ولا full stop؟ لأنها جملة بنحط we choose full stop. بحكي لنا last one number 9 I فراغ a car، I want ولا I don't want؟ إنه أنا أريد ولا لا أريد؟ على حسب الفيس اللي عنا هذا، في عنا happy face، إذا بنقول I want a car يا حبايبي يا تاني. أوكي question number 6 بحكي لنا look and write true، تمام. هاي في عنا ولد وفي عنا جنبه basket فيها عبارة عن fruits، بنقول he likes chicken ولا he likes fruit؟ على حسب الصورة اللي موجودة عنا بنقول he likes fruit، إذا بنحط إشارة صح عند he like fruit، هاي غلط ما بدنا إياها. number 7 بحكي لنا unscramble and choose the answer، إنه إحنا هاي unscramble معناها أعد الترتيب، unscramble and choose the answer، في عنا don't you وعنا fish وعنا لحظة شوي بس بدي أحاول إني أرفع لك هاي لفوق، مش عارف كيف بدي أرفعها عشان أحط لك الشكل تاع أو ترتيب الجملة، مش عارفة صراحة كيف بدي أرفعها. العموم إحنا عنا كيف بنمشي على ترتيب الجملة يا حبايبي يا مس، بنحط أول إشي السبجكت، بعدين عنا اللي هي بتكون ال it don't أو it doesn't. شايفين مش عارفة أكتب، على العموم مش مشكلة. بعديها عنا الفعل، بعديها اللي هو عنا باقي الجملة، بنقول you don't fish like ولا don't fish you like ولا you don't like fish. هاي في عنا you subject، في عنا don't don't like اللي هو الفيرب، وفي عنا الفش اللي هو الأوبجكت. إذا الجواب الصحيح رح يكون اللي هو الجواب الثالث أو الخيار الثالث، بنقول you don't like fish يا حبايبي يا تاني. إذا هيك بنكون حلينا الأسئلة
وشفناها مع بعض، أسئلة كتير حلوة وبسيطة، وإن شاء الله أنا تقريبا أو إلى حد ما أسئلتي بالامتحان الفاينل أسئلة مثل هيك سهلة وحلوة وشيقة، ودرست كتير منيح. بتمنى لكم كلياتكم يا حبايبي يا تاني إنكم تجيبوا علامات كاملة وترفعوا راسكم وراس الماما وراسي أنا كمان. I am so proud of you يا تاني، ديروا بالكم على حالكم، بشوفكم على خير إن شاء الله، مع السلامة.